مع بعض خبر من جريدة اليوم السابع. الحقيقة حوارات صحفية لقداسة البابا في اليوم السابع وفي المصري اليوم واعتقد في أكثر من يعني جريدة أخرى وفي الوطن كمان، يعني حوارات كلها شيقة من اليوم السابع. بيقول البابا بيقول نقدم شهاداتنا بأمانة وتأسيس كنيسة في السعودية ليس بعيدا. الحقيقة سوزانيا أنا قريت أكثر من يعني منشط للأخبار اللي بتخص قداسة البابا، فكرة الانفتاح على الآخر بشكل كبير جدا، فكرة ثقته ومحبته للشباب بشكل خاص، وكمان بيتكلم في أمر ربما يكون أول بابا كنيسة يتكلم فيه اللي هو تأسيس كنيسة في السعودية ليس بعيدا. رأي حضرتك؟ هو الحقيقة يعني يمكن البابا تودروس بيتميز إلى جانب مرجعيته الدينية، هو أيضا شخصية وطنية بتتمتع بحس وطني كبير، شخصية مثقفة رفيعة الثقافة، لديه انفتاح على كل الثقافات. الحقيقة يعني أعتقد أنه هو بيمثل نقلة جديدة أو نقلة كبيرة جدا في تاريخ الـ يعني الـ آباء بالنسبة للحياة الكنسية المصرية. الحقيقة هو بيمثل بالفعل يعني طفرة جديدة أو طفرة كبيرة، لأنه هو عنده الحس الوطني، عنده الحس الثقافي، لأن هي الحقيقة في النهاية اللي بيفتح باب أو نوافذ التواصل مع الآخر هي المعرفة، هي الثقافة. والحقيقة بيتمتع بثقافة رفيعة، ويمكن في بداية توليه هذه المسؤولية الرفيعة يعني الأهرام استضافته في حوار كبير، وأنا كنت موجود في هذا الحوار. يعني شخصية وطنية هادئة ذات تفكير مرتب، ذات يعني انفتاح على الآخر. يعني بنتمنى، لأن هي الحقيقة يعني أنا دايما أقول أن الإنسانية فوق الأديان. صحيح. يعني الإنسانية ربنا خلق الإنسان أولا، ثم ربما جاءت الأديان بعدها بملايين السنين. صحيح. فيظل الإنسان أولا وأولا وأولا. صحيح. في على هذا الكوكب اللي احنا بنعيش فيه.